هذا المشروع الجديد القديم. ما يعتبر جديد علي، هذا كان جاينا من قبل احد الاقرباء وجاب لي هذا جراجي والجراجي شوب هذا ما شاء الله عليه. فكان جاب لي ومضيت فتره وسحب سياره، الحين جاهز يكمل الشغل ان شاء الله. طبعا سياره جت لنا بادي رايح، بس هذا القمارة اللي مسبوقه اوريكم داخل كم كانت او للحين كنت ما سوينا فيها شيء. هذه تحتاج ارضيه، تحتاج كل شيء من داخل. طبعا احنا شنو سوينا؟ ركبنا جير الس، سويناها الس واب، الس وجير وبكيكس وجاردن. عندنا السكبو، عندنا ضفيره، بس وبعدها سحب سياره، فالحين لازم نراجع شغل كله، نشوف الماكينه مسنتره صح ولا لا، لان كان بدايته تونا سوي لها سواب. ويبي لنا سيربو، وهو يبي مكيف، راح نركب له فينتج اير من امريكا، نطلب له طلبيه خاصه حق السياره. هذا وليد شفر موديل 41، طبعا في رفارف على جنب بس حاليا موني. ما شاء الله سيارة لما تكون جاهزة خالصة شكلها حلو، ولكن حاليا ما تنشع. حفظوا بس الباب الشباب هني ولا شيء ثاني. هذا من محل ثاني كان صاروخ، ما ادري اذا شغال ولا لا. طبعا ما تحتاج كراسي هني، تانك البانكي، هذا تانك البانكي، ما ادري نكلمه نقول له نحوله ولا نخليه على الشغل الاصلي. انا فكرتي احوله ورا، بس فتحه البانكي هني قاعد تسكر نشوف لاسف. بس ان شاء الله قدها. بس والله هذه كانت اول حلقه، نقعد نخطط شو نسوي فيها انا والحبيب ركان وهو المسؤول عنها. دبستها فيك، دبستها فيك. نجمع الاغراض، جيت مع السياره عشان نشتغل فيها طبق حداده كامل، بعدين نشوف لها ماكينه وقير، فيعني بروجكت باذن الله كامل من الى راح تشوفون سياره ثانيه. هاي الاغراض نزلناها، نشيل باقي الاغراض وبعدين نشوف الشغل الناقص. يعني هذا مثلا الجام، هذه اشكاله تتصرف. هذا ما شاء الله مشروع المحل، هونيت تي موديل 41، هذه حالته. هو كان مبلش في بدي اتوقع، بس يحتاج ماكينه وغير وهم الاساس. اشوف الشغل الثاني يبي له تنكيل وغيره وغيره وغيره. ان شاء الله حبه حبه راح تشوفونه يطلع شيء يشرف المحل. هذا شغله مسبوق، قماره مسبوقه. طبعا شنو الماكينه اللي راح تركب والجير راح يركب كله راح نعطيكم اياه بالتفاصيل ان شاء الله.